عاد تنظيم داعش الإرهابي ليحدث بمهاجمة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وهذه المرة عبر صورة يظهر بها نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي وليعب باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار. ويظهر ميسي مبتور الرأس في الصورة وبجانبه نيمار جالسا على ركبتيه بملابس الإعدام ويبكي بينما يمسك به أحد الإرهابيين في انتظار تصفيته. وكتب التنظيم تحت الصورة التي نشرها الموقع المتخصص في تعقب أنشطة التنظيمات الإرهابية عبارة بالإنجليزية مفادها لن تنعموا بالأمن حتى نجده نحن في الدول المسلمة.